كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يريد ان يلفت انتباهنا ان المؤمن يهتم بالاهم قبل المهم. يقول له الرجل: متى الساعة يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت للساعة؟ سبحان الله، ما اعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله. يقول له مبشرا صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. اذا المسألة سبحان الله تهتم بالامور الكبيرة ولا يهتم بالامر الصغير. الامر سبحان الله، حتى دخل رجل على ابي حنيفة في درسه يقاطعه في الكوفة: يا ابا حنيفة، اذا اغتسلت في نهر الفرات هل وجهي يصير للقبلة ام وجهي يصير عكس القبلة؟ تعجب ابو حنيفة من الفلسفة الكذابة. قال له: وجهك على ثيابك كي لا تسرق فتخرج عريانا. سبحان الله، هل هذا فقه وهذه أسئلة؟